انا بسمة ايمن، عندي 18 سنه، لعبت كاراتيه. انا اول واحده معايا الحزام الاسود من كسر الكومه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي اوزع قدام مامتي. اسوأ حاجه حصلت لي من المدرس، ان انا عندي 7 سنين بيقول لي اطلعي اكتبي على السبوره. كانت طبعا السبوره بعيده عني، اكتبي على السبوره بدل ما احطك ميداليه في جيبي. خلى طبعا الفصل كله يضحكوا عليا. تراجع من مامتي معيطة جدا، وانتي ليه جبتيني الدنيا ديت؟ انا عايزة ارجع بطنك، انا مش عايزة اعيش، ليه جبتيني؟ انا الوحيدة بس من عيلتي من كسر الكومة. بس هعمل ايه؟ هعمل نفسي ان انا تعبانة عشان ما اروحش المدرسة دي نهائي. بسم الله، لما بدات ان هي تيجي لمامتها وتقول لها ان انا خلاص مش عايزه اواجه الناس، طلع ده صعب طبعا، لان احنا بسم الله كده كده لازم تواجه المجتمع. بسم الله كده كده احنا مش عايشين لها، لا انا ولا انت. لازم تنزل الشارع، لازم تبقى عارفه ان هي زيها زي اي حد. بابا جاي يتكلم معايا، تختار سباحه ولا كاراتيه؟ اختار الكاراتيه يا بابا. معايا 4 ميداليات بطولة أوليمبية، أخدت فيهم المركز الأول ومرتين قاهرة. اللعيبة كلهم كانوا أطول مني، انا عايزه اروح، مش عايزه العب خلاص. اللي بيجي دلوقتي بيبص عليا او يبص لي بنظره التنمر، اجري اسلم عليه واقول له تعالى نتصور.